جانب الموارد. اليوم هو إعطاء انطلاق رسمي لمنصة كفاءة بلس عن طريق المنصة للميورز إكسبير تاعنا في الجزائر. راح نشوفوهم مع مزيج من المجتمع المدني، من قادة المجتمع المدني يتحدثون دي فيديو على المباشر، إضافة إلى المرجعيات الوثائقية لتسهل هذه العملية. المنصة مجانا مفتوحة للوصول إلى هذا العنصر البشري المتطوع تاع قادة المجتمع المدني بأن يستوعب هذه المفاهيم بسرعة. المرصد أيضا مبرمج خلال سنة 2024 إلى 2030 بناء أول مركز للتدريب وبناء قدرات المجتمع المدني. منصة كفاءات بليس تعد أول منصة رقمية للتكوين عن بعد، تم إعدادها وتصميمها 100% من طرف كفاءات وخبراء ومدربين جزائريين، توفر على محتويات تدريبية شاملة وعادلة ومجانية لكل فاعلي المجتمع المدني.